السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة الكرام متابعين ديال صفحة ليالي فاس، مباشرة من ساحة الصيف في المدينة القديمة ديال فاس نضربوا جولة معكم ان شاء الله صغيرة بين هذه الأزقة الجميلة. يلا سمية هذه البلاصة قلنا ساحة الصيف، سمية الباب نشوفوا واش معنا شي فاسيين ولا لا. باب سيد العواد تبارك الله عليك الله يحفظك. هاي باب سيد العواد باب سيد العواد اللي ما كلاش الرايب عنده ما درت حاجه في حياته. الواد مولاي ادريس اسمح لي ندوزو الباب السنسله نضربو على باب السنسله بعدا الراي والجبل الخليعه صحاب الشيوات. يسهل امك الله يحفظك لا لا يسهل عليك اياه الله يعطيك الخير. الله يعطيك الخير شكرا بزاف الله يرحمك ويعطيك الخير. بسم الله زيد زيد ليالي فاس اييه شي كلمه هما كيتبعوا مرحبا المتتبعين ديال لاباج ديال ليالي فاس نحييهم قلب مدينه فاس معكم امين التواتي اييه الله يحفظك اخويا امين الله يسهل عليك الله يحفظك لاله اختك شكرا بزاف الله يكبر بك لاله اختك حبيبي انتوما مرحبا بكم الله يحفظك. هانتوما الناس عرفونا يلا نقول لك ليالي فاس ما معروفاش هانت كليتي فابور يلا هادي باب السنسله هادي الصباغين راه مصورين الجديده الصباغين ياك سويلك إلا لاحظت واحد الحاجه هي كتقول شي حاجه الناس تيعاونوك وتيشرحوا لك بلا ما تصدر معاهم والله العظيم كلشي كيبغي يعاون. هذه باب السلسلة هذه بلاصة الخليعة لا لا ما زال صحيح كيف سنة ورقة الوسطيلة الخليع الله يرحم الوالدين الله يسلم عليك الله يعاونكم الله يحفظك الله يحفظك الله يعاونكم الله يحفظك. هذه صفارين ياك صفارين هذه ياك صفارين البلاصه لا صفار بس باب السلسله مازال طول ياك الله يرحم الوالدين الله يعاونكم الله يسهل الامور اياه حد ليالي فات ليالي فات الناس في العالم كامل شي كلمه الله يعاونكم كي دايره القضيه مزيان الحمد لله اللهم تعالى يسر الامور الله يرحم الوالدين. دابا هاد العمل ديال كتنصب ياك هادو مواش باش كيشكروا البقري اياه الخلاعه الخلاعه هادو ديال الخليعه تبارك الله عليكم الله يسهلكم الامور الله يحفظك الله يكبر بك لا لا
اه غير وجوه الخير والله ما عدا وجوه الخير. عم حاس يعطيك الصحه على الفيديو تحيه لمدينة فاس. اسمحوا لنا الا ما قريناش لي كومونتير تبارك الله الكومونتير كثر اصفر من هنا شحال هذه ما كنا مدينه بحال بحال سؤال من اجي من هنا احسن اجي من هنا بحال بحال اسمع لي ها الصناعة التقليدية يا سلام الصناعة التقليدية للمدينة القديمة ديال فاس تبارك الله عليها احنا غاديين الله على ريحة الجلد الحر اه سمعتك سمعتك لكن ما كتحسش مزيان شارمون كبير ها هي السفاري انها صحة السفاري ها شجرة معلومة نتي راه ولا شجرة راه عندها نزيد عن 400 سنة اشي وكثر هذه خزانة القرويين واحد فيكم دار فاس وتلمسان سي دي في سي دي في سي دي فيل جومال وي مدينتين توأم يعني كاين تشابه كثير بيناتهم الله الله على فاس ها الله ما عاد وجهه الخير يلا سيدي دابا غادي نمشيو للجامع القرويين بعدا قبل ما نوصلوا للقرويين كاين سبع لويات سبع لويات وهاد الجامع القرويين باش نلحقوا فيه 14 جهه شتي هاد الدعوه ديال سعاد برادة كنحييك على هاد الدعوه الله يفاجئها على تجار المدينه القديمه والله العظيم اللهم امين اللهم تعالى يفاجئ عليهم الصحراء القاضيه ناس هاد المدينه هادي وركو تجاري كبير ونتمناو الخير ها سبع لويات لا غير سبع لويات باش نوريهم الله يفاجئ عليهم يا ربي مدينة أصيلة بالصناعة ديالها ولكن ركود تجاري كبير نتمنى أن المسؤولين الوضعيين ينهضوا بهذه المدينة هذه هذا نداء واللي عنده غير على مدينة فاس نتمنى أنه يعاوننا غير بالبارتاج يبارتاجي معنا هذا الفيديو لايف باش توصل اكبر عدد من الناس بغينا كلشي الله يجازيكم بخير بارطاجي هذا الفيديو اللي بارطاجيه اكتبها في كومونتير بانه راه بارطاجاه هذا الفيديو بغينا يوصل للجميع سمحوا لنا كان بروبليم دو كونيكسيون يعني حنا دابا في مسجد القرويين من مدينة فاس هذا المسجد الجميل اللي عنده تاريخ كبير أسسته فاطمة الفهرية تاريخ 245 هجرية من هذا الجامع تبارك الله فيه أكثر من 1200 سنة تقريبا 1200 سنة 12 قرن تاريخ مدينة فاس فوالا
يلا سي عندك غير خرجوا من القوكا واحد دابا غادي نوصلوا عند با العياشي عمرك شربتي الله يا ودي العصير مزيان ولا ما خديتيش من با العياشي الحجر ديالو ثم خديتي له ما شربتيش العصير ديال با العياشي وشربتي العصير ديالو الكميل فاي ديالو لا ما شربتش دابا لحقاش البرد لا يمكن خصنا شي حاجه اه با العياشي تحية لبا العياشي اسيدي مولاي اخبارك ياكم الله بامان الله صح شي تحيه لهاد الناس اهلا وسهلا مرحبا بكم الله يحفظك لالا يخطيك مرحبا بهم اسيدي الله يحفظك شو شرب الله يحفظك شو شرب اش قلت اسيدي عطينا شي عصير لبا العياشي مرحبا عام اسيدي شوتك انت قول لنا اللوز بنان ليمون لافوكا اللي بغيتي دير لنا شي افوكا افوكا عام اسيدي عصير لبا العياشي كلهم اللي جا الفاس وما شربش العصير عند با العياشي راه ما دار حتى حاجه خلي راه ما دار حتى حاجه قال لك تحيه من الديار الامريكيه اهلا وسهلا مرحبا بكم العام اسيدي تحيه من مدريد تحيه من عدن الصلاه المغرب استقبل الله السي امين ما بقى والو ان شاء الله وتودنا حنا دابا حدا القرويين ان شاء الله شحال مازال باش اذان نحيينا الله مازال حسن بخير هكا بزاف امين شاشر والله لا عصير على خاطر عندي عصير خاطر يا راسي شي سيترون كاي عمرو واحد اخليك عمرو عمرو واحد قال لك الله يطول في عمرك ابو العياش عام سيدي حياكم الله جميعا مرحبا بالطاهر مرحبا بكم وعندنا اوعد حمص ارد الهب ديال الله خلي ديال الله هاي اش على التليفون كار التليفون على الكبابه اه راجي اه يا معلكه نراك لايف معلمك معلم عمزي سيدنا هي قوة هاي رسيدة ندخلوا هذا لباري هاي سير يلا سير على الأصل الطيب هاي سيدنا وشريف صح صح توب عليه الله يحفظك حياكم الله الله يعطيك الخير ابو العياش مرحبا عام سيدي مرحبا ليش ديتي هو هذا انا راني وصلت على خليت الحلوه ديال مولاي ادريس كما تشوفوا هذه الحلوه ديال مولاي ادريس شحال هذه كانت طويله دابا داروا لهم هذه الحفله هذه الله يكثر الخيرون اش كيديروا هذا الشيء بالعاني ندير الحلوه ديال مولاي ادريس مرحبا بكم حنا دابا غاديين في الدار ديال القرويين هذا المسجد ديال القرويين الدخله ديالو الثانيه فيه 14 الباب كما كتشوفوا كما كتشوفوا هذا هو الجامع ديال القرويين غادي نرجعوا للجهه ديال الباب من الاخرى وغادي نوريكم العطارين فين كيبيعوا العطريه اجدير تاخذوا في البوفون هذا فرق نفسه ندخلوا لهاد البويبه هادي يعني تختي لها جوج قمايص بويض دابا معنا وقيته ديال المغرب الناس بداو كيجدوا اللي بغا شي قفيطان ولا شي لبيسه مرحبا به هنايا
واللي بغى شي جليل با ولا شي قطيطان شي شريبل مرحبا بكم. هذا سلام بالله عليك سلام كما تنظرون الي الناس ما بكم اللي ماكل هذا ما عنده حياه. ها هو هذا الحاج صافي بلا ما تزيد تسالت انا والله سنه خويا شي طريفه الغزه الله يعطيك الزب شحال خصكم شي ثلاثه كنوا امين تاكل الله طريفه انا شي ثلاثه ديال الطريفات شي ثلاثه الله يعطيك الزب هذا لا استشوف كتاخذني معروف سخون بس يلا شكون ياخذ اللي بغا ياخذ اكس بوكس كوم مونتا هذا الان عندي الان صفلاحه الملحه عندي الملحه الاول سير مرحبا سيدي شويه الحر الاحمر داك انا لا ها هو كل شيء هنا قلنا قلنا شويه الحر يحيى يحيى تكلم هذه تجوز ثاني هي كسيدي هذه مليحه هذه اللي هكا مليح الله يخلينا فيكم هذه القيساريه قيساريه كيف الحمد لله عندك عندك رجليك دخلت قيساريه شنو هذا مولاي ادريس وي شنو اسم الجمعة الاول العقار الجمعي لا التليفون يدي شارج هذاك الشيء علاش خصني نمشي سلاوان بالحرام يا سلام ماشي التليفون انتم الباب الثاني هذه القيصريه تمشي للديوان الله هذا خلاص قيصريه الله ما صوت الصباط البرويطه قدام يلا سيادنا سمحوا لي غير ديشارج على التليفون بغينا كلشي الله يجازيكم بخير يبارطاجي هذا الفيديو ومرحبا بكم في السهره ديالنا اللي ان شاء الله كاينه 27 جانفي مع اوركسترا العسري الفنان القادر العسري والفنان عبد العلي انوار قاعه الحفلات لابيغلا مرحبا بالجميع للمزيد من المعلومات 06-60-88-68-54 مرحبا بكم تشرفونا في هذا الحفل ديال اوركسترا العسري وان شاء الله يدوز بخير وعلى خير وغادي يكون عند حسن الظن ديالكم ان شاء الله تبارك الله عليكم امسيه سعيده وتبارك الله عليكم